فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، متواصلين في جولتنا حول الملاعب التونسية وحول المدن التونسية. نعم، نطلع على أندية تونسية قبل 48 ساعة من عودة البطولة. نوصلوا من صفاقس، نطلعوا شوية نطلعوا برشا من جنوب للشمال، نمشيوا للنادي اللي بنزرته. أكيد فريق الصيف نتاعو ساخنة شوية، مليئة بالأحداث الأنية. البارح أيضا كان معنا رياض مقداد، حكينا على عديد المواضيع. هات نعمل ريكاب على تحضيرات السي بي لعودة البطولة مع زميلنا رمزي بن غربية. رمزي، أهلا بيك. مرحبا بيك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين على راديو إكسبريس. مانيش غلط، سخونة الصيف نتاع السي بي؟ والله سخونة كما الطقس نتاع اليوم في بنزرت، تبارك الله سخانة برشا. والسخانة هذيا خويا نكلموا يشكي لي من الطقس في تونس الكل سخونة، راهو حتى مجيد توا في القروان كيف كيف. سلام، السخانة هذيا معناها شبيهة بالسخانة اللي عاشت بها نادي رياضة بنزرتي في الفترة الأخيرة. صحيح. نعرفوا شنو اللي صار بالضبط، نعرفوا مشاكل عبد السلام السيداني، نعرفوا هروبه لفرنسا، نعرفوا الشيكات، نعرفوا القضايا هذيا. بصراحة الكل أثر على الوضعيه الحاليه لنادي الرياضي البنزرتي وصولا للبارح. قلت البارح معناها فما اضراب للاعبين نتيجه للازمه الماليه. بلا نقطه نفخوها على الازمه الماليه، يعني هي السبب الرئيسي اليوم خلات النادي البنزرتي يتخبط في المشاكل هذيا، وخلات اني الحلول تاتي من خارج بنزرت وما تاتيش من بنزرت. اذا كان اليوم نعرفوا انه البارح زوج مسؤولين نادي البنزرتي مشاو قابلوا حمدي المدن باش يقبلوا الفلوس، فما ناس موافقه على الجهه هذيا، فما ناس ماهيش موافقه. الموافق يقول انه الدعم يجي من برا، في المقابل انه الدعم من ابناء الجهه ومؤسسات الجهه ما يجيش. فما شكون معاه، فما شكون ضد، فما شكون يقول انه صحيح معنى المشاكل اللي عملها عبد السلام السعيداني مع بعض اصحاب المؤسسات او مع بعض الجماهير الداعم للفريق هي خلت الناس ما تمدش الفلوس. البعض الاخر يرى انه المشاكل بصراحه ماليه معناها القت بدليلها. خلينا نكونوا واضحين اسلام، يقولوا انه الهيئه المديره الازمه تحلت بعد معناها امضاء عقد مع ما نسميوش المستشار الجديد لنادي البنزرتي. اليوم خلينا نحكيو كوره اسلام، لانه مع حمدي المد بنقولوا الناس كل تعرف شنو هي الشركه. اي مع حمدي المد ما غير ما نسميه، لانه التصويره اللي هبطت البارح كما قلت معناها فما برشا فرحت وفما برشا معناها اللي يغيروا على نادي البنزرتي ما عجبتهمش التصويره هذيك اللي هبطت البارح واللي مشاو معناها للاك وقابلوا حمدي المد باش ياخذوا الفلوس. فما شكون من الناس اللي تغير بالحق على نادي البنزرتي واللي ما عندهاش فلوس على غالب العين البصيره واليد القصيره غضبتهم التصويره هذيك. في المقابل فما ناس فرحت للتصويره هيك، قالت على القليله الدعم جه وهي الامور باش تتحسن. اليوم 92 سنة جمعية كبيرة كما نادي رياضي بالذاتي ما تلقاش مداخيل، ما تلقاش دعم، نقطة استفهام كبيرة. صحيح جاءوا الفلوس البارح، لكن الفلوس هذه ما نتصورش كيفاش باش تحل المشاكل الكبيره والعميقه نتاع نادي البنزرتي. مشكله نادي البنزرتي اكبر من الشيء هذا، يلزم الملعب يرجع، يلزم الدعم يصير، يلزم اول حاجه اسلام هو التفاف كل ابناء الجهه وكل كبارات النادي وكل رجال اعمال النادي، لانه في الفتره الاخيره بصراحه تشتت كبير وكبير وكبير ياسر. خلينا نكون نحكي واضحين اسلام، اليوم كي تدور في الشارع في بنزرت وتحكي الناس كل مايسه، الناس الكل يقول لك ظاهر مصير نادي البنزرتي، مصير الرابطه الثانيه ان شاء الله. الازمه صراحه الازمه الكبيره موجوده. نحكي كوره خير اسلام، هذا معناه الحديث خاطر في بنزرت. خلينا نحكي كوره اكثر. 48 ساعه شنو اللي حضر نادي البنزرتي لمباراه اتحاد بنغداد، لانه اليوم في بنزرت نعرفوا مباراه هامه ومهمه جدا. تعادل او لا قدر الله كما قلنا لنا هزيمه معناها باش تكون وضعيه صعيبه وصعيبه ياسر، لانه اليوم نادي البنزرتي في المرتبه قبل الاخيره. ان شاء الله كما قلنا بالفلوس اللي جات تتحسن الامور، لانه اول حاجه ساعه اقاله او استقاله سفيان الحيدوسي البارح على راس اقاله هي اقاله هو راه باش تكون واضحين اسلام، راهو نوضحوا الامور. صحيح كلمه اقاله جات من الهيئه المديره، لكن في الفتره الاخيره سفيان الحيدوسي لوح العديد والعديد من المرات بانه باش يغادر نادي رياضي بنزرتي. انسان ماهوش خالص في فلوسه، انسان معناه طالب العديد من المرات بصرف جرايات. هو رمزي باش نوضحوا حتى لاحباء السيابيه، اتصلت به سفيان الحيدوسي البارح حبيت يتدخل معنا لكن اكد انه ماهوش وقته توا. المي قال لي انه هو كان جات منه هو الحكايه، ممكن كان يلوموه عليها معناها هذاك ما حبش تجي منه هو، ممكن وضعيه صعيبه شوي. سفيان الحيدوسي راهو اسم من الاسامي الكبار معناها في تونس، وكان معناها محترف لاخر لحظه معناها في نادي رياضي البنزرتي. الكلام هذا صحيح ناكده لك الكلام، لانه هو خمم برشا مرات انه باش يغادر نادي البنزرتي، وقال لو كان غادر انا اليوم يحملوني انا المسؤوليه. كي جات من الهيئه المديره يقول لك جات منهم، هما ما جاتش مني انا. لكن اليوم اسكو في صالح من الاستقاله او الاستقاله هذه كلام نحكيو على 48 ساعه قبل ما تصحيح. اليوم زوج اولاد النادي اللي هما كريم تواتي وزياد العروسي اللي عاشوا ملحمة 2007 وخدمين البنزرتي منعه في الدقيقة الأخرى في سوسة، هو باش يشرفوا على دواليب الفريق. لو أني عندي سكوب بعد نجم نعطيه لك اسم الأسامي المطروحة أتاو نجيوه، ولو أنه حتى رمزي في النقطة هذه زوز فرق من باب الصدفة في نفس الوضعية حتى بنغادين زادة.
هي بن قرديت قاد مدرب معناها رمزي جرمول باش يكون هو مدرب فريق اتحاد بن قرديت. لكن اليوم النادي الرياضي بالذاتي باش يكون كريم التويتي هو المدرب المساعد، يساعدوا زياد العروسي مدرب النخبه وهم باش يشرفوا على تدريب الفريق. يعطينا سكوب من اخوي، سكوب من الاسماء الاقرب او المطروحه باش ما يلومونيش بعض اللي يسمعوا فينا، نعرفوا ناس تبارك الله تسمع ولا اليوم الصحافه ولا كي رحمه الكرومه متاكله مذمومه، كان يعطي معلومه صحيحه يعطي الصحه، كان يجيب سكوب منين جابه، كان اعطاه معلومه مش في صالح النادي ولا معناها بيدو هو حتى يخرج للشارع يتعرض للسب وللشتم. من الاسماء المطروحه بقوه لتعويض سفيان الحدوسي في نادي بزرتي، شكري الخطوي من الاسماء المطروحه بقوه لتعويض المدرب سفيان الحدوسي على راس النادي الرياضي البنزرتي. خلينا نحكي مباراه نهار السبت جدور في ملعب احمد البصيري 5 متاع عشيه بدون حضور جمهور، او بالاحرى باش تكون بحضور الجماهير فوق الاسطح، لانه جاي تيران في قلب مدينه بنزرت معناها محاذي للعديد من المنازل. اليوم السلطات الامنيه ما نعرفوش اسكو باش تسمح للناس باش تطلع فوق الصحات، مش باش تطلع عليها تو نشوفوا نهار السبت في المباراه. كما قلنا النادي البنزرتي كيش حضر العوده هذيا، كان حضر بالستاج بدا اول ستاج في الماديه، بعداش قام ببعض المباريات الوديه كي رجع البنزرت، عمل 1-1 مع سليمان، لعب مع النادي الافريقي في زويتن عمل 0-0، لعب مع الاكاديميه الانتر في اللاعبين الافارقه في تونس وكان مره ربح 3-1 مره ربح 5-1 في ملعب احمد البصيري. الفريق في ظل الازمه الماليه ما لقاش باش يتحول لسليمان ويلعب مباراه وديه ضد اتحاد ضد مستقبل سليمان في سليمان. هذه هي التحضيرات. اللاعبين زوز بركه معناها ما تفهموش معاهم وما صحوش العقود نتاع 30 جوان باش يواصلوا مع الفريق، هما عبد الحليم الدراجي وفامي المعويني، زوز من اللاعبين هذوما ما لقاوش اتفاق. الصامت يرجع مع رمزي ولا ما سمعت؟ الصامت يرجع، الصامت زاد كيف 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 ثلاثة من اللاعبين. الصامت علاش انا معناها ساو سامحني سليم، ان الصامت معناها مش من اللاعبين او من الركائز الاساسيين باش يكونوا واضحين في الفريق النادي البنزرت، لكن نحكي انا على الزوز الاساسيين واللي بصراحه عندهم قيمه. نحكي على فامي المعويني بيفو، نحكي على عبد الحليم الدراجي وقت ما يلقاوش ظهير ايسر يمشي عبد الحليم الدراجي يلعب ريز جوش جوكير. زوز مش موجودين اليوم ليفكتيف معناها حتى نهار المشكل زاد كيف كيف نهار السبت فما ثلاثه غيابات بارزه وبارزه جدا. اليوم اذا كان نحكي على وسام بوسنينه المصاب، نحكي على ادم رجيبي المصاب، ونحكي على تين باراتلي اللي خذا ورقه حمراء قبل ما تجي الكورونا ضد اتحاد تطاوين في كاس تونس، ثلاثه غيابات هذوما. فما امكانيه انه ادم رجيبي يكون حاضر ينجم يحضر بالنسبه صعيب ياسر لوسام بوسنينه بالتشكيله. معناها الاشكال هذا هو المطروح، اسكو اليوم زياد العروسي وكريم تواتي باش يجيبوا خطه وفكر جديد للعب معناها في الخطة التكتيكية؟ صعيب في ثلاث أيام ولا ما سمعت؟ صعيب في ثلاث أيام صحيح صحيح. هما أعطينا الأقرب أنت يا رمزي حسب راسك كرئيس المصادر نتاعك، شنو أعطينا تشكيل الأقرب ليك محتمل نقول على الأقل 90% 80%؟ والله هي التشكيلة المحتملة باش تكون معناها أمبراسيف علي العياري في المرمى، على اليمين باش يكون محمد الحبيب، يمكن على اليسار وجد الجباري في المحور الصحراوي ومعاه شهاب بن فرج، باش يكون فما الياس الدريدي وراء الدربالي دي بيفو، باش يكون فما يوسف فان بيكي، باش يكون زياد العونلي، باش يكون لاعب ديمبيلي قلب هجوم. هذه هي التشكيله، مازال الاختيار شكون باش يكون في بقعه ادم الرجيبي، هذه هي النقطه اللي مازالت، يا اما يكون جابرييل جاد او باش يكون معناها لاعب اخر في مكان اللاعب ادم الرجيبي، لانه ادم الرجيبي بصراحه هو الركيزه الاساسيه اليوم في نادي البنزرتي. ان شاء الله احنا نتمنى حاجه بركه انه الصيف او النصف الصيف اللي تعدى سخون ياسر في كواليس النادي البنزرتي، ان شاء الله معناها الامور تكون اليوم انفرجت معناها من خلال الازمه الماليه اللي عاشها النادي البنزرتي ان شاء الله الامور تحسنت. وعلى الاقل اليوم بصراحه الناس كل واعيه في بنزرت اسلام، خلينا نكونوا واضحين، وضعيه صعيبه نوعا ما عاش نادي البنزرتي في 2007، لكن في 2007 سامحني في الكلمه كما يقولوا لنا في بنزرت وقفوا رجالات النادي، وقفوا المدعمين، وقفوا جماهير نادي البنزرتي، لكن السنه وضعيه صعيبه، لكن الشيء هذا كل ماهوش موجود، الشيء كل هذا مفقود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهار السبت كي تحط الكوره معنا في السونتر في ملعب احمد البصيري لاعبين وجماهير تنسى كل المشاكل، لانه صار برشا مشاكل وبرشا انشقاقات في جماهير نادي البنزرتي. نعرف شنو اللي صار بين عبد السلام وسمير يعقوب، نعرف شنو اللي صار من تصريحات عبد السلام العديد من الاشخاص، هذا كل يتحط على جنب وتقعد مصلحه النادي البنزرتي فوق كل اعتبار، لانه مهم ومهم جدا. السلام اليوم سي ابي عمره 92 سنه ما عندوش ملعب، رئيسه ماهوش موجود في بنزرت، فلوس من اهالي المنطقه او من اهالي الجهه ومسؤول الجهه ماهيش موجوده، فلوس تجي من برا. صراحه نقطه استفهام كبيره. يعطيك الصحه رمزي بغبي على كل هذه التفاصيل، فاصل